على التريبه تجي هنا احنا مداوي الحقوق وجات يريبوا لي شحال هذه تبغوا يريبوا. كتبنا الشكايات لسعاده القايد وكتبنا الشكايات لسعاده الوالي بلي هذا الولد مريض، عوض اسماعيل مريض مرض نفساني. يعطيوه فين يكون هو مداوي الحقوق، يعطيوه حقه ويمشي. حنا ما هربانيش من الترياب، ريبوا ولكن هالطريقه باش يريبوا ويجيو يديروا التعسف ويديروا الظلم، اللهم هذا الا منكر. عالم شحال هذه ولكن هو مريض اسيدي، ما تيتعاشر هو مع الناس، هو مريض تيمشي عندنا غاضي كيدير لنا المشاكل. خصو المحل ديالو فين يستقر بوحدو. مريض مرض نفساني، راه بوراق عييت ما نجبد لهم الوراق باش نوريهم، لا حتى واحد ما بغى يقبل مني حتى شي حاجه، واخا حنا كاتبين وحنا ساكيين وحنا يعطيوه حقه. وحنا ما هربانيش من الترياب، حنا من الناس ولكن يعطيوه حقه ما يضيعوش. ريها وخرجوا واحد شويه وشتي لاخر حوايج من لابيس والمانطات وماريه وكل شيء طيحوا ولا ما طيحوا عليه ولا فين مشاو الله اعلم. تنقول لهم خليوني غندخل انا نجمع، انا ما هربانش من الترياب، ما خلاونيش مطاكيني شي جر من هنا وشي جر من هنا محامين. انا خالته كنجيو تصرفوا عليه، انا واختي اخرى كنجيو نقابلوه ديما، كنجيو ديما من 2014 ملي ماتتمو حنا ديما ما محيدنش عليه ديما. هو مسكين ما خدام ومريض واخد الاجازه ديالو، واخد الاجازه ديالو وعيا في الطلبات وعيا في الامتحانات وعيا وما جابش الله، وراه قاعد مسكين محل. ماشي حمق هو، مرض نفساني هو، ولكن هاد الطريقه اللي داروا له راه بصح يحمقوه. الله يجازيكم بخير. بغيت نتكلم لكم على الحاله ديالي اليوم. انا في مدينه تماره قاطيني دوار الصفيح اللي حنا كنعانيو ما يناهز 70 سنه، وحنا هنايا في المدينه اللي باقا هي قرويه، باقا ما دخلها شي حاجه سميتها الحضاره او سميتها الامن او سميتها كذا، باقا قراويه. اليوم وصلت لقيت اللي ان شاء الله غادي يقوموا بهدم البيت ديالنا، ولكن الاشكال ديالنا هو اننا عندنا اشكال في مساله المسائل اللي غادي نخلصوا على التعويض ديال الترياب اللي حنا دابا وقعنا فيه. وهذا هو البيت ديالنا كما كتشوفوا دابا قدام عينيكم. هذا البيت كان هاز تقريبا شي 8 ديال الاسر، واللي كلهم الحالات ديالهم كانت منهم اللي عنده اعاقه ومنهم اللي ما عندوش القدره على العمل والى اخره. وبصفه ديالي انا كاب الابن والاسره ديالي انني اليوم انني قدر علي الله القدر ولله الحمد، وجيت نتكلم معكم كانكم اخوان ديالي، لانني واقع في واحد الاشكال هو انني ما عنديش باش نادي المبلغ اللي فرضته علينا الدوله. هو المبلغ يقدر بتقريبا 10 ديال المليون، وانا يا تسلفت تقريبا باش دفعت للبنكه تقريبا 2 المليون، وكتبقى لك 8 ديال المليون. هذيك 8 ديال المليون ملي كتدخل للبنكه تدوبل عليك كتولي تقريبا 16 ديال المليون. انا ما بغيتش هذا الاشكال، انا ما كرهتش يكون شي انسان، نسال الله يجعل الرحمه في القلب ديالو ويجي يتعاون معايا من باب عير السلف. انا في عوض ان البنك تسلفني ما كرهش شي واحد يوفق الله سبحانه وتعالى ويجي يتعاون معايا ويسلفني. انا ما كنطالب شي واحد انه يجي او انه فهمتي انه ياخذ بداك المفهوم انه راه غادي هو يدير واحد الامر اللي هو لوجه الله ويتعاون معايا ويخليني نحاول نتجنب هذا الامر ديال الربا اللي حنا راه ما عندناش ليه القدره ولا حول ولا قوه الا بالله. الله اللي حاس بنا سبحانه وتعالى في هذا الامر، وكنحاولوا نتجنبوه وحنا عانينا سنين هنا، وكنا قادرين نمشيو ناخذوا قروض ربويه وناخذوا سكن ونبعدوا من هذا السكن اللي هو غير لائق، ولكن ما كناش قادرين لاننا كنا كنحاولوا نسال الله يتقبل منا نتقوا الله ونتجنبوا الربا والى اخره. الاسم عبد الرحمن بوعنايا، عبد الرحمن بوعنايا مواليد 1995 بمدينه تشماره، ترعرعت في هذه المدينه وتزوجت فيها، وانا الحال الان اتعرض كما يتعرض جميع الناس الى بعض لا نقول الظلم وانما بعض الاغفالات التي وجب على اللجان المختصه التدخل من اجل اعاده النظر. وكما هو معلوم على ان سبحان الله العظيم شروط الاستفاده واضحه وموانع الاستفاده واضحه. اناشد جميع الجهات المختصه انه اذا توفرت في جميع الشروط اعطيني حقي. فالقوانين الداخليه والخارجيه تنص على هذا، من بينها الاتفاقيات الدوليه والقانون الداخلي كشريعة عامة وهو الدستور الذي ينظم في إطار قواعده الحق في السكن. وسبحان الله العظيم أنا أثناء الإحصاء تعرضت لإغفال وأنا محصي، ولكن من خصائص الإنسان النسيان. متزوج لباب مستقل ولا أتوفر على ملك، وديري لي إشارة ديال بي إس يعني أنك أنت ما كاينش، وهذا سبحان الله بشهادة المقدم أعوان السلطة أنني من داوي الحقوق في هذه المدينة.
حنا سبحان الله العظيم الوليد ديالي جا في الستينات، يعني متجدرين الوثائق سبحان الله العظيم، راه الاداره عندها سبحان الله كاع الوثائق اللي كتثبت هذا ساكن هذا ما ساكنش. ولذلك سبحان الله هذه طريقه يعني ملائمه للقوانين، هذه تتنافى مع الاخلاق الحميده، تتنافى مع النظام العام، تتنافى مع القواعد القانونيه. وعندما تتكلم يقول اتبع الشكايه، كاين حالات الله المستعان الاضحى بلا ما نقول لك كي داز، نحمد الله ونشكره، كناكلو وكنشربو، هذه نعم الله، نحن نؤمن بالله، ولكن الدفاع عن حقك واجب من المبادئ الازليه التي نادى بها اجدادي واجدادكم. الانسان كيموت على ولاده وعلى بلاده، يدخل شي واحد هنا وتشوفونا واش حنا رجال ولا ماشي رجال؟ حنا رجال والله اللي تعلم، ولكن بجديه ديالي تصور دابا حنا الله المستعان الشكي الى الله، تصور حنا خمسه ديال الخوت بعيطين غير الوالد، زيد حدايا مالك؟ هذا متزوج وانا متزوج، وفي الاخر علاش تضيعني وعلاش تظلمني وعلاش تخليني نعيش في نوع من الهرع النفسي والتفكير السلبي؟ يعني هذا ياكل من الانسان، ياكل من الانسان، يورثه الامراض القبيحه من قبيل السكر، طنسويل، احمد الله، تلك ابتلاءات، هذا ابتلاء لنا وامتحان لهم، ولكن والله الذي لا رب سواه، إلا كنحسوا بالهكرة في هذا الشيء، أشكو بيتي وهمي إلى الله ونتمنى من الله أن الجهات المختصة دير إعادة النظر في هذه المسألة، ونتمنى من جلالة الملك يتدخل يعني بصورة استعجالية. تصور أن من خصائص القاعدة القانونية أن تكون عامة ومجردة، علاش تستثنيني؟ البطاقة الوطنية أرالي حل هذا، ولد هنا زايد هنا كابر هنا، تصور دوزنا الكريساج هنايا، تصور ما كانش عندنا الامن، نحمد الله ونشكره، كنا كنخافوا، الحمد لله رجال السلطه حنا ماشي كنطعنوا فيهم، وانما كتكون سبحان الله بهذ التهديدات، ونقول لك الشتا كتذب الشتا والصيف دابا راه الله يشهد الى رفسي مفروق من بعد الشمس، واش هذا وقت؟ وهذا وقت رمضان وقت؟ لذلك الله يجزيكم بخير، وسبحان الله نحن مسلمون ووطنيون وغنموتوا على هذه البلاد وغندافعوا على هذه البلاد، هذا لا يعني أننا سبحان الله، ولكن عصتني الكلمات، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، أخ ديالي ها هو كذلك، وجوجد الناس، جوجد الناس مجوجين يمشي مع باهم، حنا خمسة ديال الخوت، أنا لا أتكلم من فراغ، عندي حجج دامغة، بشهادة المقدم، بشهادة القائد الله يجزيهم بخير، المهم الحمد لله، ولكن دير إعادة النظر، ما تضيعنيش ما تضيعش الناس، اجعل هذه إن شاء الله هاد الإعادة إن شاء الله اجعلها قنطرة لبلوغ رضا الله، وما تضيع حتى شي واحد. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.